تسمى نفس السلسلة اش كنقول خلال احتراق الكامل للبنتان. اذا البنتان الصيغة ديالو هي سي 15 12، اذا سي 15 12 هذا هو البنتان. وهنا كنهضرو على الاحتراق الكامل. شوف الثاني اعدادي الاحتراق الكامل هو الاحتراق اللي كيتم في كمية وافرة من ثلث الاكسجين، والنواتج ديالو كتكون هي ثاني اكسيد الكربون والماء. اذا داكشي شابه تكون غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. اولا نكتب المعادله الكيميائيه للاحتراق. من اولا المعادله الكيميائيه للاحتراق الكامل للبنتان. اذا البنتان هو هذا سي 15 12. اذا في الاول كنضيع غير المتفاعلات والنواتج وعاد كتجيب الحاله الموازنه. اذا المتفاعلات هما هذا مع او 2، اذا قلنا او 2 كيكون كيمياء وافره كتعطينا CO2 زائد H2. إذا الآن من خلال هادو هما المتفاعلات هادو هما النواتج. ها كنمرو الموازنة. إذا نشوفو هنا شحال ديال الكربون، عندنا خمسة هنا وحدة، غنضرب هنا في خمسة. هاد السهم. أيضا هنا غادي نشوف الهيدروجين هنا 12، غنخلي الأكسجين هو الآخر لأن الأكسجين هنا كاين بوحدو. إذا غادي نوازنو ما يتأثرش مع واحد آخر. كنشوف الهيدروجين هنا عندي 12، هنا جوج، هنا نضرب هنا في 6. إذا هنا ولات عندي 12 الهيدروجين، هنا 12 الهيدروجين. نمشيو للأكسجين، إذا الأكسجين عندي هنا جوج، وعندي هنا 5 في جوج هي 10، و 6 هي 16، إذا نضرب هنا في 8. إذا هذه هي المعادلة الكيميائية للاحتراق الكامل للبنتان. في الحالة البدئية تتكون المجموعة الكيميائية من 5.8 مول للبنتان. إذا ثانيا إن إي ديال البنتان اللي هي سي 5 أش 12، وطبعا كتساوي لنا 5.8 مول، و إن إي ديال ثنائي الأكسجين هي 7.2 مول. قالك أولا أنشئ جدول وصفي للتفاعل. إذا جدول وصفي نشئوه، إذا نشأ جدول وصفي نشأو هنا من غير نحتاجو الحسابات خصو يكون واضح. إذا قلت الإطار ديالو بعدا خصو يكون عندي بالضبط 5 ديال السطور، هذا 4 وهذا 5 وهادو. إذا هنا كنقسم عاود كنرجع نقسم هذا 4، هنا كنكتب كميات المادة بالمول، هنا كنكتب معادلات التفاعل، هنا كنكتب التقدم، هنا كنكتب حالة التحول. إذا هنا حالة قلنا حالة بدئية، وكان الخلية حالة نهائية، وهنا حالة تحول، يعني أي حالة ما بين أي حالة كتوجد فيها مجموعة ما بين الحالة البدئية والحالة النهائية، يعني التحول كيكون مازال خدام. إذا التقدم كيمشي من صفر لواحد القيمة إكس غير محددة، حتى لواحد القيمة قصوى إكس ماكس. هنا كنكتبو معادلة التفاعل هي اللي عندنا تما، إذا سي 15 12 زائد 8 أو 2 تعطينا 5 سي او 2 زائد 6 اش 12. هنا كنقسم مع الزائد، كنقسم مع السهم، وحداها عاود كنعاود نقسم مع السهم باش كنفصل المتفاعلات على النواتج. كنقسم مع الزائد هكا، ولا كل نوع عنده الخانة ديالو الخاصة به. كنمشي عند السطر الاول وكنشوفها من المعطيات. اذا السطر الاول كان عندي في الاول 5.8 مول من البنتان، اذا هنا 5.8، هنا كانت عندي 7.2، هادو عطاوني معطيات. طبعا الحال النواتج مازال ما تكون والو. اذا السطور الثاني كنحسبوهم تلاقا من هذا، اذا هنا 5.8 ناقص داكشي تفاعل، شحال تفاعل؟ المعامل عندك هنا مضروب في اكس، اذا 1 في اكس هي اكس، هنا 7.2 ناقص المعامل عندك هنا هو 8 اكس. اذا هنا غتكون 5 اكس ولا غتكون 6 اكس. الان غنمشيو لعند الحالة النهائية ونعوضو في السطر. اذا 5.8 ناقص اكس ماكس، 7.2 ناقص 8 اكس ماكس، اذا 5 اكس ماكس وهنا 6 اكس ماكس. اذا هذا هو جدول الوصفي ديال هاد التفاعل هادي. الان بعد ما شفنا الجدول الوصفي طلبوا منا حدو كميات المادة العناصر المجموعة في الحالة النهائية، يعني حصيلة المادة. غادي نديرو واحد المجمع تحديد كميات المادة للعناصر الكيميائية
عند الحالة النهائية. هنا هنا باش نحسبو الحالة النهائية كيخصنا قبل نحدو إكس ماكس غنديرو نحدد أولا قيمة إكس ماكس. نبداو إذا كان بنتال سي خمسة أش 12 هو الموحد فإما هادشي غيكون مكتوب هنا في الحالة النهائية كيساوي صفر. إذا فإن 5.8 ناقص إكس ماكس تساوي صفر، هذا كان يبين إكس ماكس تساوي 5.8 مور. الآن نشوفو الثاني أو دو، إذا كان أو دو هو الموحد فإن هادشي مكتوب هنا في الحالة النهائية هو كيساوي صفر. هنا 7.2 ناقص 8 إكس ماكس كتساوي صفر، هذا كان بين إكس ماكس كتساوي لنا 7.2 على 8 كتساوي 0.9 مول. إذا لقينا إكس ماكس كتساوي 5.8 و إكس ماكس كتساوي 0.9، إذا إكس ماكس ديال التفاعل هي أصغر قيمة، إذا إكس ماكس ديال كتساوي 0.9 مول. والمتفاعل الوحيد اللي طلبوه لي المتفاعل الوحيد هو شكون عطاني 0.9 هو او 2 هو او 2. اذا الان حصيلة المادة، اذا باش نحددو خاصية المادة كيخصني يكون عارف كمية المادة البدئية ديال الانواع ديال المتفاعلات ونكون عارف اكس ماكس، هذا الشيء كله متوفر. الان نبداو، اذا ان فينال ديال النوع الاول سي 5 اش 12 كتساوي لنا هادشي اللي مكتوب هنا 5.8 ناقص اكس ماكس، اذا كتساوي 5.8 ناقص اكس ماكس هي 0.9، اذا كتساوي لنا 4.9 مول. هادي هي الفينال ديال البنتال، هادشي اللي غيتبقى مني. الان المتفاعل الثاني الفينال ديال او 2، اذا الفينال ديال او 2 هي هادشي مكتوب هنا 7.2 ناقص 8 إكس ماكس، إذا هو 7.2 ناقص 8 0.9، إذا كتساوي لنا 0 مول. أيضا عندنا إن فينال ديال سي أو 2 كتساوي لنا 5 إكس ماكس، كتساوي لنا 5 0.9، كتساوي لنا 4.5 مول. إذا عندنا إن فينال ديال النوع الاخر اللي هو اش دوزو، ان فينال ديال اش دوزو كتساوي لنا هادشي مكتوب هنا هي 6 اكس ماكس، كتساوي لنا 6.9 كتجينا هي 5.4 مول. اذا هكا عطينا حصيله الماده، ولا بطريقه واحده اخرى حددنا كميه الماده ديال الانواع المكونه للمجموعه خلال الحاله ولا في الحاله النهائيه. ثالثا في حالة بدئية أخرى يعني عدم تفاعل بشروط واحدة أخرى، يتكون الخليط من 6.4 مول من ثنائي الأكسجين، وإذا أخذوا من ثنائي الأكسجين هذا أخذوا 6.4 مول في الحالة البدئية، وأخذوا من هذا N مول، N ما معروفهاش، يعني ما هي القيمة التي يجب أخذها N، يعني شحال هذا N خصها تكون لكي يكون الخليط متناسبا، أو بطريقة أخرى ستوكيومتري. إذا شفنا الخليط المتناسب أو ستوكيومتري اش كيعني؟ كنقول بأن الخليط ستوكيومتري أو متناسب إذا اختفوا المتفاعلات بجوج عند نهاية التفاعل، يعني في نهاية التفاعل كيختفوا المتفاعلات معا، ماشي غير كيختفي الواحد، كيختفيو بجوج عند نهاية التفاعل. إذا هادشي شفناه يعني التفاعل المتفاعلات بجوج خصهم يكونوا بجوج محيدان، خصهم يكونوا معا محيدان. إذا شنو هو الشرط خصو يتحقق؟ إذا نكتبوها هنا يعني كي بس ثلاثة لكي يكون الخليط تناسبي يجب أن تتحقق العلاقة التالية. شنو العلاقة اللي تتحقق؟ هي كمية المادة البدئية للمتفاعل الأول، لأن إن إي ديال المتفاعل الأول هو سي 5 أش 12، يعني المعامل ديالو اللي في المعادلة، إذا هنا مكتوب واحد، خصها تكون كتساوي كمية المادة البدئية المتفاعل الثاني مقسومة على المعامل اللي هي 8. قاعدة مزيان، إذا كمية المادة البدئية للمتفاعل الأول على المعامل التناسبي ديالو خصها تكون كتساوي كمية المادة البدئية للمتفاعل الثاني على المعامل التناسبي.
لا تحقق هذا الشرط كيكون الخليط ستوكيو ميثري. اذا هذا ان اي ديال هذا هي اللي سموها ان. اذا ان على واحد تكون كتساوي ان اي ديال الاذن هي 0.4 على 8. اذا هذا كيعني بان ان كتساوي 0.4 على 8، يعني ان 0.4 على 8 هي 0.8 مول. اذا غادي الخليط يكون ستوكيومتري وخديت 0.4 مول من ثنائي الاكسجين، كيخصني ناخذ 0.8 مول من البنتان. في هذه الحاله هذه غنختفوا بجوجهم عند نهايه التفاعل، ونقول بان الخليط ستوكيومتري او تناسب.